مع او ام ضد الاستمرار في الزواج مع وجود الانفصال الزوجي؟ الانفصال الزوجي الاول عايزين نعرفه كده بشكل بسيط للساده المشاهدين، ان اتنين متجوزين وقاعدين مع بعض في بيت واحد بس عندهم انفصال زوجي، عشان ممكن حد يقول انفصال اللي هو الطلاق او الخلع، لا ده هم قاعدين في البيت واحد بس عندهم انفصال، يعني كل واحد فيهم قاعد في مكان، ممكن بياكل لوحده ويشرب لوحده، وممكن لا بياكلوا ويشربوا بس مثلا وقت النوم كل واحد في اوضه لوحده، ده الانفصال الزوجي. الانفصال الزوجي بيأثر علينا بالسلب اكيد، يعني لو انا مثلا متجوزه وجوزي في مكان وانا في مكان، فاكيد الاطفال اللي طالعه دي يسالوا ليه، يعني ليه ماما في مكان وهو في مكان تاني. وممكن كان ما يبقاش كده، ممكن يبقى في الفكر، يعني انا بتكلم مثلا يمين وبيتكلم شمال او العكس. فالانفصال الزوجي يعني حاجه اتمنى ان هي تتلاشى من البيوت المصرية والعربية، يا ريت يبقى الحب هو اللي سايد، نبقى قلبنا على قلب بعض، علشان ما ينفعش، ما ينفعش انا ابقى زوجة ومش زوجة، او الراجل زوج ومش زوج. في اسباب كتيرة للانفصال الزوجي، ممكن يبقى مثلا الجواز تقليدي، يعني جواز صالونات، والدته قالت له خد بنت خالتك فخدها، قالوا لها خدي ابن عمك فخدته، بس لا عرف هي بتحب ايه ولا بتكره ايه، هي ما عرفتش حاجه حتى لو كانوا قرايب، مش لازم عشان قريبي يبقى قريب مني في فكري، او قريبي لازم اتجوزه، او ابن صاحب بابا فخلاص لازم يبقى هو جوزي خلاص، لا لازم يبقى في تفاهم، لازم يبقى في حب، عشان دي عشرة عمر زي ما بيقولوا، ما احنا مش كل شوية هنتجوز ونتطلق مع ارتفاع نسبة الطلاق كمان. بس الانفصال الزوجي احنا اتفقنا ان هو ممكن ما يبقاش بالجسد بس، يعني مش من كل واحد في أوضة، في الفكر كمان، واتكلمنا على كده دلوقتي.